مساكم الله بالخير مستمعينا، ويا مرحبا وسهلا فيكم ولكل من انضم لنا على 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ظفار، ولكل اللي يتابعونا عبر البث المباشر في البيريسكوب على تويتر وعبر قناتنا في اليوتيوب على أول إذاعة مرئية بالسلطنة. مثل ما أشرنا إذن مستمعينا في بداية البرنامج، نتحدث اليوم، نطرح سؤال على إثر جلسة مناقشة بيان معالي وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون الذي استضافه المجلس في جلسته الاعتيادية 12 لدور انعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة يوم الأحد الماضي. طرح سؤال مهم وتم تداوله أيضا، هو من المسؤول عن توظيف الباحثين عن عمل؟ نعم، هذا هو لسان حال الباحثين عن عمل، من المسؤول عن توظيفنا؟ تصدمهم التصريحات بين فترة وفترة عن تخلي جهات يعتقدون بأنها هي المسؤولة عن توظيفهم. قبل فترة وزارة القوى العاملة تقول أنها غير مسؤولة بشكل مباشر عن التوظيف، قبل يومين بيان الخدمة المدنية وعلى لسان معالي الوزير أنه وزارة الخدمة المدنية غير مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التوظيف، وتم تداول هذا الموضوع بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، تم تداول كثير من مقاطع الفيديو من خلال مداخلة أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معاليه. هناك ردة فعل ما بين غاضبة وما بين متفهمة لما جاء في هذا البيان. نحن مستمعينا للتعرف أكثر حول ما دار في قبة المجلس وحول ما دار في بيان معالي وزير الخدمة المدنية، بيان الخدمة المدنية هكذا هو عنوان الهاشتاج كان على تويتر. نرحب معنا في الاستديو بسعادة المهندس أحمد بن محمد الهدابي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، ممثل ولاية بدبد. مساك الله بالخير سعادتك. مساكم الله بالخير، يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك في استديوهات الشبيبة. بارك الله فيكم. ونحن طبعا مستمعين في انتظار كذلك وصول سعادة يونس المنذري، عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية إزكي، ربما يعني هو في الطريق وراح ينضم لنا خلال قادم الوقت. سعادتك، إذن مباشرة السؤال المطروح، وربما يعني تكرر هذا السؤال منك مباشرة إلى معالي، من المسؤول عن توظيف الباحثين عن عمل، إثر رد أيضا معالي على هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حقيقة نشكر إذاعة الشبيبة على إتاحتنا هذه الفرصة لتسليط الضوء على موضوع يهم الشعب العماني بأكمله، موضوع الباحثين عن العمل. ومعالي الشيخ الوزير عندما جاء مع الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، عندما جاء إلى المجلس تاريخ 21 من هذا الشهر، قال يسلط الضوء على خطة عمل الوزارة. دائما أي وزير عندما يأتي إلى المجلس يشرح خطة عمل الوزارة. حقيقة احنا تفاجأنا من معالي الشيخ الوزير عندما يعني تم طرح الأسئلة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بأن وزارة الخدمة المدنية فيما يخص الباحثين عن عمل إنما هي فقط عملها إجراءات التوظيف. إجراءات طبعا هذا غير مقبول بتاتا. وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن جميع الوحدات 39 أو 38 وحدة حكومية في السلطنة. جميع هذه الوحدات الحكومية من وزارات ومن هيئات ومن مجالس ومن مراكز حكومية تقدم خططها التوظيفية وخططها عن الـ عن الـ عن الوظائف الموجودة إلى وزارة الخدمة. وزارة الخدمة تقوم يعني إجراءات التوظيف، تقوم باختيار، تقوم بمتابعة، هي يعني ممكن نقارنه بدائرة الموارد البشرية في أي مؤسسة في القطاع الخاص. جميع الدوائر تقدم احتياجاتها، وهي تقوم بالبحث وتوظيف الباحثين عن عمل. نحن احنا اليوم لسنا فقط معنيين بموضوع الباحثين، وزارة الخدمة المدنية
مواضيع عدة، منها ترقيات الموظفين، منها صندوق التقاعد، منها قانون الخدمة، فهناك عدة مواضيع. لكن بالنسبة لموضوع الباحثين عن العمل، نحن نحمل وزارة الخدمة المدنية وكذلك نحمل وزارة القوى العاملة عن موضوع توظيف الباحثين. لكن هو سعادتك يعني معالي أشار إشارة صريحة ومباشرة أنه هو ينفذ سياسات الحكومة في هذا الجانب. هناك الأمر مرتبط بشواغر وظيفية تطلبها الجهات الحكومية الأخرى، ومرتبط بجانب آخر هو ما توفره أيضا وزارة المالية من درجات وبالتالي تلبية هذه الحاجة الموجودة. نعم أختي الكريمة، نحن البيان الوزاري يتكلم عن 174 ألف إجمالي العاملين في القطاع العام قطاع الحكومة. هناك 22 ألف وافد، وبما أن احنا عندنا الآن 50 ألف باحث عن عمل، يعني بكل سهولة هذا العدد يعني ممكن يتوظف في القطاع الحكومي، وكذلك الباقي يتوظف في القطاع الخاص. نعم. يعني وزارة الخدمة مسماية وزارة الخدمة، تخدم جميع الوحدات الحكومية. دورها متابعة خطط التوظيف وخطط التعمين وخطط وإجراءات التوظيف. لأن الوزير يقول أنا غير معني، هذا غير سياسة الحكومة، هي سياسة واحدة، وإحنا لا نريد من أي جهة حكومية أنها تلقي اللوم على الوزارات الأخرى. هو عمل أصيل لوزارة الخدمة المدنية. عملية توظيف الباحثين على العمل في القطاع العام هي مسؤولية وزارة الخدمة المدنية. ووزارات الأخرى نعم تقدم طلباتها لوزارة الخدمة، ووزارة الخدمة تقوم بدورها بمتابعة، وهذا ما كان يقوم عليه في السابق، هذا ليس بجديد على وزارة الخدمة. هي تتابع موضوع توظيف الباحثين عن العمل، سواء كانوا موجودين يعني في الحاليين أو جدد. على الوزارة الخدمة إنها تتأكد بأنه عدد الوافدين يقل سنوياً ويستبدلوا. ولذلك معالي في حديثه يعني يلقي اللوم على أسعار النفط. نعم. احنا نتكلم أختي الكريمة، نتكلم عن إحلال العماني مكان الوافد. نعم. هو عدد الوافدين الآن في القطاع الحكومي 12.5%. نعم. لكن يعني يمكن ساعتك نحن بنتكلم بشكل تفصيلي عن هذا الموضوع، ولكن نرحب كذلك في هذه الأثناء بسعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ممثل ولاية إزكي. يا مرحبا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم جميعا وشاكرين لكم كذلك. عاد قدمناك شوية بس ما واجد. أمور طيبة إن شاء الله. الله يسلمك. بارك الله فيك. الحديث اليوم عن بيان الخدمة المدنية وما دار تحت قبة المجلس من حوار طبعا كثير حول كثير من القضايا، ولكن كالعادة يتصدر المشهد دائما قضية الباحثين عن عمل. نحن يعني بنتكلم عن هذه التفاصيل وعن قضية الباحثين عن عمل، وبيكون هم كذلك الباحثين عن عمل أنفسهم موجودين عندنا سواء عبر تواصلهم بالاتصال أو حتى في الاستديو. أعتقد جاسم خلال قادم الوقت بينضموا يعني لنا. يعني سعادتك، لماذا هذه الجلسة بالذات كانت صاخنة إلى هذا الحد؟ لماذا أثارت الرأي العام؟ لماذا تم تداول هذا البيان في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا؟ حتى التغريدات الموجودة على تويتر تعدت الآلاف، يعني وتعدت عشرات الآلاف من التغريدات حول هذا الموضوع، رغم أن المجلس دائما يستضيف يعني عدد من أصحاب المعالي ويتم التعاطي مع الجلسات بطريقة أكثر هدوءا مما شاهدناه الآن. طبعا وزارة الخدمة المدنية تعتبر هي نقول الوزارة يمكن المسؤولة عن باقي الوزارات فيما يخص موضوع جانب الخدمة المدنية. والرأي العام يعني كان ينتظر يمكن يكون هذا البيان، لأنه كان يتأمل أشياء كثيرة منه، فيما من يعني من بينها ما ذكرته هي مسألة قضية الباحثين عن عمل. نعم. وقضية الباحثين عن عمل هي قضية كبيرة وقضية يعني أصبحت مستفحلة، وهناك الكثير من الدراسات التي يعني وضعت في هذا الجانب، سواء كان عن طريق المجلس أو يمكن عن طريق جهات أخرى.
فالمجلس لدينا يعني مثلا لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس قامت بدراستين خلال هذه الفترة. الدراسة الأولى كانت حول توظيف الباحثين أو العمانيين في الوظائف العليا والمتوسطة في الشركات والقطاع الخاص، والدراسة الثانية كانت حول الأوامر السامية لمولانا حفظه الله يعني تعالى ورعاه فيما يخص موضوع توظيف العمانيين 25,000 وظيفة. وحقيقة يعني المجلس كان يأمل أنه بالفعل يكون هناك يعني اهتمام فيما يخص هذه الدراسات التي رفعت عن طريق المجلس إلى الجهات الحكومية، وأن تكون هناك كذلك إجراءات تتخذ يعني فيما يخص معالجة موضوع الباحثين عن عمل. إلى اليوم نحن ما نرى يعني ما نراه اليوم يعني من توظيف الباحثين عن عمل لا يتعدى ما كان عليه سابقا. يعني موضوع سواء كان طرح الوظائف في الجرائد الرسمية أو عبر مواقع وزارة القوى العاملة أو غيرها وزارة الخدمة المدنية، وبعد ذلك يعني على وظيفة أو وظيفتين أو 10 وظائف نقول يتوافد آلاف يعني الباحثين عن عمل لشغل هذه الوظائف. وللأسف الشديد أنه يعني أصبح الآن معظم الباحثين عن عمل يعني أصبحوا فاقدين الأمل، حتى أن معظمهم أصبحوا لا يعني يعيدوا تسجيل أنفسهم في سجل القوى العاملة. ويعني هذه نراها أنه بالفعل مشكلة، وإذا وما ينبغي علينا كذلك أن يعني أن نتكئ دائما على المركز الوطني للتشغيل، أو أنه نقول خلاص أن المركز الوطني للتشغيل جاي وسيعالج هذه الأمور. ينبغي اليوم نحن يعني مدام أنه في وزارات مسؤولة في هذا الجانب ينبغي كذلك أن تقوم بواجبها تجاه معالجة هذه المشكلة وحل حالتها. نعم. القضايا الأخرى كذلك تتعلق أيضا بقطاع الخدمة المدنية فيما يخص مثلا الترقيات، فيما يخص مكافأة ما بعد الخدمة. كثير يعني تخص العمانيين بشكل كبير، يعني الموظفين بشكل كبير جدا كانوا ينتظروا أن يكون هناك يعني إجابات شافية وكافية من معالي الشيخ الوزير، ولكن يعني نقول انه ما كانت يعني ما كان هو المتوقع من يعني من الاجابات ان تكون في تلك الجلسه. نعم يمكن شيء طبيعي مثل ما ذكر سعادة احمد الهدابي قبل قليل، اشار ان معالي علق على اسعار النفط، هي قضيه عالميه وبالتالي يمكن كثير من المنتظر ايجابيه من قبل المواطن سواء ما يخص الترقيات او المكافآت او التوظيف ايضا. نعم. علق اليوم على اسعار النفط. سعادة احمد الهدابي كيف تعلق؟ هل اليوم يحق لنا ان نقول قضيه الباحثين عن عمل في السلطنة تنسب عالميا بناء على أسعار النفط؟ لا أبدا أبدا. طبعا معالي كان غير موفق حقيقة في طرحه. مشكلة أسعار النفط كانت في منتصف 2014. قضية الباحثين عن العمل حقيقة قضية مستمرة، ولأنه ماشي خطة. يعني أنا الآن بصفة تقريبا أسبوعية نراجع وزارة القوى العاملة مع الباحثين عن عمل، لا توجد خطة مكتوبة يعني يصنف فيها 50,000 باحث يعني من أي ولاية شهاداتهم. في ناس الآن 8 سنوات وعشر سنوات وهم ينتظروا يعني توظيفهم. ما معقول احنا نتكلم الآن عن 50,000 50,000 عماني، وعدد الوافدين الآن 2.5 مليون. نعم لو كان عدد الوافدين 100,000 أتقول صعب توظيف 50,000 في 100,000. نعم. يحتاج له خطة يمكن معقدة، لكن تتكلم عن 50,000 في دولة فيها 2.5 مليون وافد. ما قادر الحكومة الآن تسوي خطة كم يستوعبه في القطاع؟ أنا أتكلم عن 38 الوحدة الحكومية فيها 22,000 وافد، وهناها في القطاع الخاص عندك 2.5 مليون وافد، وتتكلم عن عمانيين 50,000 بلا وظائف. يا جماعة ما يصير هذا. يعني الآن احنا 4 سنوات مرت علينا من عمر هذه الفترة، وكل وزير يجي يعق طلبات المواطنين. طلبات المواطنين ما هي فقط يعني، لكن لو نركز على هذه القضية لأن هذه تؤرق المجتمع. الآن العمانيين
فقدوا خاصة يعني أصحاب الشهادات اللي جالس ينتظر 7 سنوات بعد تخرجه و8 سنوات بعد تخرجه، مضى كثير من وقته يعني. ولذلك يعني عدم وجود خطة لتوظيف، ما في آلية للتوظيف. أنتوا الآن لو تروح مثلا دائرة التشغيل في وزارة القوى العاملة، العماني يذهب إلى 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 إلى, إلى دائرة التشغيل ويعطى ورقة مرة صفراء مرة خضراء سير، ويذهب إلى الجهات ما أحد يرد عليه. ما هكذا توظف؟ هو سعادتك أحد أصحاب السعادة علق أن لا توجد لدينا أزمة باحثين عن عمل، وإنما أزمة إدارة لهذه العملية، وهذا ما تذكره. يعني ما في إدارة، معناته لا توجد خطة. الآن المفروض كان من معالي الشيخ الوزير عندما قال المجلس يقول والله أنا عندي هذا 22,000 موجودين في هذه الوزارات في هذه الوحدات الحكومية، والعمانيين الآن يعني ممكن هذه السنة الجاية، لكن بدون خطة عمل لتوظيف الباحثين على العمل نبقى نتكلم في نفس الدائرة. نعم، البعض يرى أنه معالي كان فقط ضحية لكثير من اندفاع أعضاء مجلس الشورى تجاه هذه القضية، وأنه هو ما يمثل إلا جزء بسيط من هذه القضية الكبيرة والشائكة. والبعض اتهمك أنت شخصيا سعادتك أن عندك مشكلة شخصية مع معاليه بحكم الحوار الصاخن اللي دار بينكم. والله أنا كان يعني بديت بسؤالي مع معاليه أن الحكومة، ما مجلس الشورى، الحكومة قيمت وزارة الخدمة المدنية، والحكومة كذلك قيمت وزارة القوى العاملة فيما يخص الباحثين عن العمل. أنا أمثل الباحثين عن العمل، أنا أمثل المواطنين في مجلس الشورى. ولذلك لما الحكومة قيمت هاتين الوزارتين وزارة الخدمة فيما يخص الباحثين، وجدت أن هذه الواعيد، وأكرر يعني أن وزارة النعم فشلت، وزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة فشلت فيما يخص الباحثين. ولذلك الحكومة الآن سويت المركز الوطني للتشغيل. يعني لما يؤخذ من مسؤوليات الوزير الأصيلة التوظيف والتدريب، يعني قصدك لو ذي الجهات قائمة بدورها نحن ما نحتاج، كان ما نحتاج المركز الوطني للتشغيل. ولذلك لما الحكومة خضت هذه المسؤوليات من وزير الخدمة، وخضت هذه المسؤوليات من وزير القوى، هل هذا يعتبر إنجاز أم فشل؟ هذا فشل، ولازم احنا نعترف ونقولها. لا، ما المفروض الوزير يأخذها يعني بصورة شخصية. احنا دورنا رقابي. يعني كثير من الوزراء لما يجيوا مجلس الشورى، ترى مولانا حفظه الله في 2011 أعطى هذا المجلس صلاحيات رقابية. نحن مجلس الشورى رقيب لهذه الحكومة عن خططها. ولما يجي الوزير المجلس يجي يطرح الخطة، هل الخطة احنا راضين عنها ولا ما راضين عنها، ونقول ملاحظاتنا عليها بكل وضوح بكل شفافية. ولذلك المهم في هذا الموضوع انه وكانه معالي كذلك جاي محضر بيتين شعر، يعني ما كان ينبغي من معالي الشيخ الوزير يعني يدخل ويعمله. ولذلك انا ما عقبت على كلامه، انا كان كل ما يهمني انه في موضوع المركز الوطني للتشغيل انه ما يدار من وزارة الخدمة، يعني ولا يدار من وزارة، لانهم فشلوا في وضع خطط لتوظيف الباحثين. يمكن كانت قاسية. نحتاج يعني وجوه جديدة ونظرة جديدة وفكرة من خارج الصندوق ووضع خطة. الوزارتين هذه الأخ الكريم الآن لمدة هذه الفترة ما قدرني وضعا خطة لتوظيف الباحثين، ما يجيون هم مرة ثانية ويديروا هذا المركز. نعم، يعني سعادتك أنت طلعت على صلاحيات الوزارة قبل مناقشة معالي. نعم. وحصلت أن هذه النقاط اللي ذكرتها هي من ضمن صلاحياتهم كوزارة للخدمة المدنية. نعم، صلاحيات التوظيف وصلاحيات التدريب. عندك معهد معالي يترأس معهد الإدارة العامة، هذا يدرب، من يدرب هذا؟ هذا يدرب موظفين.
التوظيف كلها تقع عن طريق الموظفين لكن ما يدرب الباحثين. الآن احنا الحين احنا لما معاليه يعطينا هذه الأرقام والجداول انه هذا العدد الوحدات وهذا فيها عدد العمانيين وهذا فيها عدد الوافدين، زين مو الهدف من هذه الأرقام هذه؟ هذه الأرقام الآن اللي موجودة في البيان الوزاري، نعم، لما يجي معاليه إلى المجلس ويقولنا إنه هذا عدد العمانيين 174,000، 87 منهم عمانيين و12% منهم، مو الهدف، مو الهدف من هذه الأرقام من هذا. لكن سعادتك هو الإحلال، يمكن إحنا نستفيد من كلامه أن إحنا نوجه عملية الإحلال من هذه الأرقام، لكن يوجه يراقب، نعم. إذا كان الوزير الخدمة ما مسؤول، من المسؤول؟ إذا وزير القوى العاملة ما مسؤول عن الباحثين، من المسؤول؟ ما يصير يعني لا إحنا نعق اللوم على الوزارات، وفي الوزارات تعطي طلباتها إلى وزارة الخدمة، نعم، في النهاية وعلى الوزارة أن تنفذ هذه الخطة، نعم، بكل سهولة. في النهاية الباحث عن عمل هو اللي يدور رأس. عبد الرحمن الشكيلي خريج جامعة السلطان قابوس، علاقات عامة وإعلام، ولا وإعلان وإعلام. يا مرحبا وسهلا فيك. أهلا ومرحبا الأخ عبد الله، بارك الله فيكم، حياك الله. دار رأسكم، من مسؤول عن توظيفكم؟ والله الأخ عبد الله الموضوع جدا متشعب، موضوع جدا كبير، ولو نرجع إلى خلف شوي نشوف أن احنا أمام وعود كثيرة، أمام إجراءات كثيرة، سواء أنه أول تنشيط الحالات سجل، تعال القوى العام لسوي 1-2-3. طبعا اتبعنا كل هذه الأشياء مثل ما رسم لها، يعني حتى لما جاء ميرا وكنا فيه، بعدين شفنا أن ميرا بعد فترة لا وجود له. أي ميرا اللي كان يتغنابه؟ لابد أنك تنشط وتكون من الأول 25,000. إذا إحنا كنا من ضمن الأول 25,000 في ذيك الفترة. لحد الحين ما لا صار توظيف. لما إحنا نستعرض أعداد الوظائف نشوف أعداد كبيرة متوظفة، إذا وتفوق 25,000، يعني أسأل نفسي هل أنا ما من ضمن 25؟ أوكي ما مشكلة، ربعي اللي معي ما من ضمن 25؟ أوكي الدفعة اللي تخرجت معي ما من ضمن 25؟ إذن وين هذا 25 اللي نتكلم عنهم؟ في واقع الأمر أنا أتكلم عن موضوع ثاني. الحين الباحث عن عمل ما جالس ينتظر الوظيفة فقط، ينتظر كلام واضح، خطة ممنهجة، خطة متاحة. من هذه نستطيع إحنا كباحثين عن عمل نعرف دور الحكومة الآن أين تقف من الأزمة. الأخ عبد الله كما تعرف أن أي حدث لها مرحلة عمرية معينة، نعم. فهذه الأزمة ما ولدت أنها تكون أزمة، أولا كانت عبارة عن موقف، الموقف تحول إلى مشكلة، التجاهل لهذه المشكلة يتحول إلى أزمة، ثم تتحول إلى كارثة. هذا العمر الحقيقي لأي حدث، والحين نحن نعيش في وقت الأزمة نفسها. يعني كل هذه الإجراءات اللي اتخذت وتسميه تجاهل، يعني ما تشعر أن هناك كثير من الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة، سواء في مسألة الآن متابعة إنشاء المركز الوطني للتشغيل، في توظيف 25,000 وظيفة، في دائما هذه اللي تعقد تنفيذ وغيرها من يعني الكل يتحدث، كحديث الكل يتحدث عن قضية الباحثين. ممتاز جدا، وكل إذاعات وكل الوسائل الإعلامية تتحدث، ما نختلف. بس أرجع شوي نقطة أخرى، أنا جالس أكلمك أن مرحلة أو عمر كل حدث، ما تكلم هذا الحدث، فقلت لك مرحلة كل حدث تبدأ من موقف، ثم مشكلة، ثم إذا صار تجاهل تتحول إلى أزمة، ثم إلى آخر شيء كارثة. فأنا أتكلم عن هذا السيناريو المعين. أنت تقول لي 25,000، 25,000 أنا أقول لك من واقع تجربة، ما لم يعني ما طلع، ما حصل الضوء أو الشيء اللي كانوا يكلمونه فيه. ليش؟ لأن هذا أنا معك بحث عن عمل، من ضمن هذا الدفعة لما حصل حاجة. لنكون واقعيين بعد، أنا أقدر الحين أكلمك بوعود ربما يعجز 100 قرن أنه ينفذها، لكن ككلام أقدر أتفوهبه. يعني المهم أكمل السالفة هذه. تحولت إلى أزمة، الأزمة ربما تتحول إلى كارثة، وهنا اللي إحنا جالسين يعني الواحد ماسك قلبه عن لا تصير هذا الشيء. شوف أنت الهاشتاج اللي صار يمكن 91 رقمه من كم فترة، هذه ما محتاج أنه يكون بيان واضح للباحثين عن عمل يمتص هذا الغضب. إحنا فعلًا مثل ما ذكر سعادته، إحنا الحين في أو يعني في مشكلة إدارة الأزمة نفسها. ليش؟ دائمًا لما نكون عندنا أزمة لابد أن نتطلع كيف نمتص الغضب اللي موجود في المحيط. تجاهل الغضب يولد الكارثة، ننتقل إلى المرحلة اللي تكلمنا فيها، وهذه المرحلة ما أنا وضعتها، هذه موجودة. وهناك في الهاشتاج تشوف ناس متشائمة كثيرة،
وناس متفائلة في نفس الجانب. وطبعا هنا على حسب البيئة، على حسب الوضع الاجتماعي المادي، هذا يقيسه. فواجد لسان حالهم فقط، أو لسانهم تقول يعني على سبيل البيت الشعري إذا ذكره، يقول يا حزن يعقوب، سعادته متعقد من أبيات الشعر، فلهذا ما مشكلة زي قول. كما يقول أن يا حزن يعقوب وعد الوعد، إن الوعد مقترب، وأنت يا بحر موسى سوف تنفلق. بظاهرة الأبيات جميلة جدا وأبيات متفائلة، أبيات جريئة جدا، لكن ركز على الشطر الثاني، وأنت يا بحر موسى سوف تنفلق. دائما هذا لما إذا انفلق البحر معناته أن هناك أمة تنجو أمة تغرق. شوف احنا يعني عبد الرحمن، احنا اعطيناك المساحه كامله طبعا للحديث ومستمرين، وانت وحتى زملائك من الباحثين عن عمل سواء بالاتصال او حتى بالمشاركات، يعني نحن ممكن نتكلم في الحلول من اليوم لبكره، ممكن نتناقش، ممكن نتحاور، لكن ما نبلغ التشاؤم تسيطر علينا، لان اتوقع الواحد لما يصير اسير التشاؤم رغم من كل الاحداث يعني اللي تصير احيانا انها ما تبعث بالتفاؤل، لكن دائما يعني التشاؤم علامة سالبة دائما. فأكيد وأنا نتكلم ونتناقش ونتحاور، ويعني كثير حتى من الباحثين عن عمل اللي مروا علينا هنا في البرنامج ومن خلال اتصالاتهم كانوا يتكلموا بحرقة كبيرة، لكن في الوقت نفسه هم ما جالسين، يعني فاهم علي كيف؟ هم شعور التفاؤل داخلهم خلنهم بعد يبذلوا جهد في أماكن أخرى. ف جميل نتكلم في قضايانا وبحرقة بعد، لكن ما نخلي شعور التشاؤم يسيطر علينا. ولهذا أنا فقط أمثل الباحثين ربما عن عمل، ما أمثل نفسي على ما فهمت. فلهذا نتكلم عن كلام تقول أمثلهم ما يعجبهم. خلي يعني عادي تتكلم أنت عنك ونحن ناخذ، لأن في حلقات سابقة قال لا المرة الحين يمثلنا. لابد لكن بنظرة واسعة. أنا أتكلم عن هاشتاج، فالهاشتاج في واحد وفي اثنين، في يمين في يسار. فلابد أن نتطرق كإعلام تفاهم الإعلام طبعاً. لابد أن يكون موقفه محايد. فأنا ذكرت الجانب الإيجابي وأكيد أكيد. ما في مشكلة نتكلم نحن فيه، وفي الوقت القادم بعد بناخذ اتصالات ومشاركات. واليوم أصحاب السعادة موجودين عندنا يعني من أعضاء مجلس الشورى في البرنامج، ويعني هذا القضية دائما لما يتم الحديث مع عنها سعادة يونس المنذري، الحديث يعني يشعر حتى أحيانا المجلس أنه غير قادر على إيجاد حل لهؤلاء الباحثين عن عمل. يعني هم دائما يلجأوا للمجلس بحيث أنه هو يسرع عملية إيجاد حلول للأزمة، يوصل مدى خطر هذه الأزمة، ومثل ما ذكر عبد الرحمن كيف الأزمة تتطور في 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 مراحل. يعني لم تتعدى البعض يرى جهود المجلس سوى في مثل هذه المناقشات اللي صارت في بيان الخدمة المدنية وتوجيه العتاب للحكومة، لكن كحلول واضحة وسريعة الباحثين عن عمل ما يروا، ما لمسوا شيء. طبعا مجلس الشورى ليس جهة تنفيذية حتى يكون، ولكنها رقابية. نعم، حتى يكون مسؤول عن إيجاد الحل، وصاحبة سيف حاد متى ما ارتأى ذلك. بالفعل بالفعل مجلس الشورى بالعكس ليس فقط يعني موجه نحو البيانات الوزارية وتوجيه اللوم إلى معالي الوزراء، لا، مجلس الشورى يعني قام بدراسات في هذا الجانب. الفترة الأخيرة هذه هناك تقريبا 4 لجان تبنت موضوع دراسة الباحثين عن عمل. لجنة الشباب والموارد البشرية تبنت دراسة، اللجنة الصحية تبنت دراسة، اللجنة الاقتصادية تبنت دراسة، اللجنة التربية تبنت، والبحث العلمي تبنت دراسة. لو لم يكن هذا الموضوع مهم لما يعني تبنت كل هذه اللجان يعني دراسة حول الباحثين عن عمل كل في حسب مجاله. اجتمعت كل اللجان كذلك، كل اللجان الأربعة هذه اجتمعت. نعم. وتناقشت حول الدراسة، وتم يعني مناقشة الدراسة مكتملة في جلسة عامة لمجلس الشورى، وتم إقرار الدراسة ورفع الحكومة. أحدثك عن دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية لأنني أحد يعني أعضائها. الدراسة هذه استضافت كل القطاعات المعنية بالتوظيف، وجلسنا معهم جلسة شفافة، وكذلك الوكلاء وكل المعنيين في هذا الجانب. وجدنا أخي العزيز أنه هذه القطاعات قادرة على أن توظف ما يقارب حوالي 44,000 وظيفة سنويا فيما لو مكنت من ذلك.
تصور أنت لما تكون هذه، طبعا هذه القطاعات غير عن القطاع العسكري، غير عن القطاع الحكومي، غير عن القطاعات الأخرى اللي هي كذلك أيضا معنية بالتوظيف. يعني لو كل القطاعات قامت بدورها فيما يخص موضوع التوظيف وأعطي لها الفرصة كذلك الجلوس مع الحكومة والتناقش معها ويعني إيجاد حلول مناسبة لموضوع التوظيف، أعتقد نحن يعني اليوم ما واقعين أبدا في أي مشكلة فيما يخص جانب التوظيف. هذا من جهة. من جهة أخرى أخي العزيز، إحنا ما محتاجين في الأصل توظيف، إحنا محتاجين لإحلال. الوظائف موجودة معنا، والعمالة الوافدة مثل ما ذكر أخي سعادة أحمد الهدابي، يعني خلي أنت 2500 وافد، لو إحنا مسكنا الوظائف العليا والوظائف المتوسطة فقط الفنيين عندنا، هذا في القطاع الخاص، نعم الفنيين، الفنيين فقط اللي هم موجودين في القطاع الخاص فوق ما يقارب 70,000 وظيفة تقريبا. نعم. هذه فقط الفنيين. أنا استأذنك فقط سعادتك بس لموجز الأخبار وبعدها نرجع لمواصلة الحديث نفسه. حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي مطلع ساعتنا الثانية نذكر بأن موضوعنا هو الحديث عن أحد المحاور التي طرحتها جلسة مناقشة بيان معالي وزير الخدمة المدنية بمجلس الشورى، من المسؤول عن توظيف الباحثين عن عمل. ضيوفنا في الاستوديو هم سعادة المهندس أحمد الهدابي عضو المجلس، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ممثل ولاية بدبد، وكذلك سعادة يونس بن علي المنذري عضو المجلس، نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ممثل ولاية إزكي، وعبد الرحمن الشكيلي خريج جامعة السلطان قابوس تخصص إعلام وعلاقات عامة وإعلان وهو باحث عن عمل. سعادة يونس، كنت تتحدث قبل خروجنا للفاصل عن جهود المجلس في التعامل مع قضية الباحثين، وذكرت أيضا بعض ما وصلت إليه دراسات المجلس، فتفضل استكمل ما ذكرته. على أننا نحن اليوم ما محتاجين إلى توظيف بقدر ما نحن محتاجين إلى إحلال. نعم. عندنا يعني كثير من يعني الوافدين لدينا في مختلف القطاعات، وبعضهم كذلك يعني من اليوم موجودين في وظائف قيادية. نعم. وظائف متوسطة، وعندنا من الشباب العماني من هم حملة شهادات بالإمكان إنهم يكونوا في هذه الوظائف. أنا أتمنى أن الجهود تكون مركزة في هذا الجانب، تكون مركزة في تدريب وتأهيل الشباب العماني بأن يحل محل الوافدين في هذه الوظائف. نعم. أعتقد نحن ما عندنا أزمة، يعني ما عندنا أزمة توظيف، مع أنه ما يعني معنى ما أنه ما عندنا وظائف، نحن عندنا وظائف وموجودة، بس ينبغي أنه يكون هناك حلول قدرية نحو إحلال هذه الوظائف بالشباب العماني اللي لا زال يبحث عن هذه الوظائف. اليوم احنا عندنا شباب عمانيين حتى يترددوا إلينا كذلك، بعضهم من أكمل الآن فوق 5 سنوات وهو يبحث عن وظيفة، وبعض الوظائف اللي موجودة معانا وظائف أصلا موجودة في كل الشركات. مثلا من يتوقع أن وظيفة محاسب أو خريج محاسبة مثلا أنه إلى اليوم يبحث عن عمل وهو خريج محاسبة، وهذه الوظيفة تكاد تكون موجودة في كل الشركات ويشغلوها كذلك وافدين. أنا كنت في مقابلة مثلا، أنا ما أريد أذكر الآن اسم الشركة، ولكني من أسبوعين كنت في مقابلة مع أحد أبنائي يعني في أحد الشركات، ودخلنا المقابلة، وبعد ما أجريت المقابلة أسأل الشخص الذي يقوم بعمل المقابلة، أقول له يعني كم هي طبعا التي تقوم بالمقابلة خريجة بكالوريوس محاسبة، فأقول له كم سيكون الراتب؟ قال لي 300 ريال. قلت له هذا البكالوريوس يفترض يكون راتبها حسب قانون الخدمة، حسب قانون القوى العاملة، إنه يكون راتبها 600 ريال، كيف تعطوها 300 ريال؟ قال لا إحنا ما عندنا وظيفة ب600 ريال. طيب مدام إنه ما عندكم وظيفة ب600 ريال، كيف يعني تنادوهم لعمل مقابلة واختبار وفي النهاية يتفاجأ الباحث عن عمل بأنه يعني ما ضمن الاشتراطات المنصوص عليها في وزارة القوى العاملة. اليوم إحنا محتاجين إلى وقفة من الجميع، محتاجين إلى وقفة من وزارة القوى العاملة بأن تكون بجانب الباحثين عن عمل وتوجيههم وأن يكونوا معهم كذلك حتى في إجراء المقابلات، ما يترك الباحث عن عمل، لأنه بالفعل اليوم هناك كثير من الملاحظات على الشركات اللي يفترض منها أن توظف العمانيين في هذه الوظائف. نعم سعادتك، يعني أشار سعادة أحمد الهدابي قبل قليل، ويمكن أيضا ذكر هذا صراحة في مداخلته مع معالي وزير الخدمة المدنية، أن هناك فشل
لدى وزارة الخدمة المدنية والقوى العاملة كذلك. اليوم هل وجود مركز وطني للتشغيل اللي أيضا ينظم ما نطالب به من عملية تنظيمية وتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة حتى يكون أيضا عملية التوظيف وفق منهجية، هل هذا دلالة على فشل جهات معينة حكومية؟ احنا يعني طبعا سعادة الأخ أحمد الهدابي مثل ما قال سابقا، نحن ما نتمناه انه الجهات عندما تأتي إلى مجلس الشورى وعندما يتم مناقشتها في بيانها ما تأخذ يعني النقاش بجانب شخصي. دائما عندما يعني ولكل عضو له الحق في أن يعني أن يطرح مناقشته حسب ما يراها مناسبة. أنا متفائل يعني شخصيا عن موضوع المركز الوطني للتشغيل، وأتمنى إنه ما نعمل على نفس الإطار اللي كان يعمل عليه سابقا فيما يخص موضوع التوظيف، سواء كان في وزارة القوى العاملة أو في وزارة الخدمة المدنية. أتمنى أن تشرك كل القطاعات، وهذا ما سيكون عليه المركز الوطني للتشغيل، بأن القطاع الخاص، القطاع الحكومي، القطاع العسكري سيكونوا ممثلين في هذا المركز. كذلك ما نتمناه أن يكون للتدريب دور كذلك، يعني في تأهيل الشباب العماني ممن انتهى من دراسته الجامعية بأن يكون جاهزا للعمل في شركات القطاع الخاص، وأن لا يكون هناك عذر لا للشركة ولا للباحث عن عمل في أنه لا يعمل في الوظيفة الفلانية بعد ما يتم تأهيله وتمكينه من أن يعمل في تلك الوظيفة. فالجهود يجب أن تتكامل، والتوجه يجب أن يكون واحد لمعالجة هذه القضية لليوم، يعني إذا لم تعالج ستأخذ منحة آخر، ونحن هذا ما نتمنى أبدا. نتمنى أن شبابنا كلهم يكونوا في وظائفهم ويكونوا بإذن الله تعالى هم بنات هذا الوطن، واللي على أكتافهم بإذن الله تعالى ستقوم يعني النهضة مثل ما كانت سابقا بإذن الله تعالى ستتواصل، ونكون للأفضل دائما بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. وزين أن احنا نستمع كذلك من أبنائكم من خلال يعني من الباحثين عن عمل من خلال تداخلهم معنا عبر الاتصال. مساء الخير. السلام عليكم. مساء النور. وعليكم السلام، يا مرحبا وسهلا فيك، من معنا؟ معك يعرب من مندري خريج جامعة السلطان قابوس. يا مرحبا وسهلا فيك يا يعرب، خريج سنة خريج علم اجتماع. خريج أي دفعة؟ سنة كم؟ سنة 2015. يعني صار لك تقريبا أربع سنوات باحث. أربع سنوات وإن شاء الله داخلين على الخامسة. إن شاء الله هذه الخامسة تكون هي سنة التوظيف بإذن الله. والله إن شاء الله احنا نتمنى خير، لكن يعني احنا على حسب اللي شفناه يعني في القرارات اللي جالسة تصير. فإحنا يعني أنا كباحث عن عمل الحين كملت أربع سنوات وبدخل على السنة الخامسة، أنا أقولها يعني بصريح العبارة أنا إنسان غير متفائل أبدا. فعلى سبيل المثال سعادة الأستاذ يونس مندار يتكلم عن اللي هو المجلس الوطني للتشغيل. المركز الوطني للتشغيل، نعم. المجلس الوطني للتشغيل. إحنا كباحثين عن عمل يعني نشوف أن هذه القضية أساسا يعني صار فيها نوع من المماطلة. يعني احنا بدينا بتارجت ومجيد، واحنا كنا لما بدت منصات تارجت ومجيد كنا احنا اللي هي المستهدفين الاوائل بما ان احنا خريجين قديمين. نعم. يعني انا اكلمك على سبيل المثال، انا واحد وغيري تقريبا يعني الالاف يمكن ما حصلنا على اللي هي فرصة الحصول على مقابل ولا اختبار الا مرة واحدة. انتو خاصة في هذا التخصص يعني اتوقع تواجه صعوبة اكبر. نعم ايوه اكيد، انا اكلمك عن علم الاجتماع يعني لان انا معاني في هذا الشيء. نعم. انا تقريبا خلال اربع سنوات دخلت اللي هي اختبار واحد فقط، يعني انت متخيل كل الفصل عندك كم يعني اللي هم اللي يتخرجوا من جميع يعني عندك من جامعة سلطان قابوس من جامعة الطار اللي هم يخرجوا هذا مخرجات علم الاجتماع. نعم. فاحنا اليوم كباحثين عن عملنا اقول لك يعني بصريح العبارة خلاص فقدنا الثقة، احنا ما عندنا ابدا ثقة لا في مسؤول ولا في وزير انه ممكن انه يحل لنا هذا الوضع اللي احنا عايشينه. احنا ثقتنا الوحيدة في الله سبحانه وتعالى، وممكن اذا صعد الموضوع لجلالة السلطان، يعني احنا اليوم اذا هرجة تسأل من هو المسؤول عن التوظيف طبعا ما بتلقى اللي هي اجابة صحيحة واجابة حقيقية. يعني احنا مع احترامنا للمجلس واحترامنا للكبير سعادة الاستاذ يونس المنداري وسعادة احمد الهدابي، لكن احنا اليوم كمتضررين من هذا الوضع احنا نشوف مجلس الشورى الحين صاير عبارة عن مكان يجي فيها الوزير يشكي همومه ويقول ان انا ما عندي صلاحيات وانا ما اقدر انفذ وانا صلاحيات مكبلة. في الاخير احنا ما يعني ما طلعنا اللي هي بحل جذري وصحيح. احنا نمشي في موضوع مماطلة. يعني انت تشوف كل الجهات ومن ضمنها مجلس الشورى
أكيد يعني أنا ما لها دور حقيقي في القضية والتصريح فيها. أنا اليوم كباحث عن عمل إيش بادني مجلس الشورى؟ أنا ما قدم لي أبدا، مجرد إنه يجي الوزير هناك يشكي هموم ويقول أنا ما عندي صلاحيات وراح، وبعدين وش يعني؟ إذا هيك اللي هو سعادة العضو يسأل الوزير من مسؤول عن التوظيف، إذا الوزير ما عنده إجابة صريحة برجع تقول لي تارجت ومجيد، تارجت ومجيد طلعت في يوم وليلة، حنا وين تارجت ومجيد الحين؟ أنا أريد حد يعطيني تارجت ومجيد لما طلعوا وين الحين هم موجودين؟ أنا من الناس اللي قالوا لي أنت تعتبر اللي هي مرحلة أولوية، أنا الحين طالبني اللي هي هيئة سجل القوى العامة إن أحدث بيانات شهريا، ليش أحدث بيانات شهريا؟ أنا وش مستفيد؟ نعم أنا اليوم ما حصلت فرصة للمنافسة أصلاً، عشان يعني لو كان أنت تتكلم يعني الحين خلال 5 سنوات تقريباً أو 4 سنوات فرصة واحدة فقط. أنا خلال خمس سنة حصلت على فرصة واحدة، وكان في إعلان اللي هي التأمينات الاجتماعية استدعوا ناس وناس ما استدعوهم، يعني ما تعرف هذا خلال كيف تمشي أمورك الآن هذا المدة الطويلة والله كلها؟ والله مشي أموري والله على العافية، إحنا يعني أنا أقول لك إحنا قابلين يعني عن مستقبل مظلم، حتى يعني أنا إذا بديت أكلمك أنا اليوم واحد غير آلاف وأنا أعرفهم معرفة شخصية. نعم. وأنتوا يعني إحنا من مجتمع واحد في الأخير. أكيد. سعادة يونس يمكن يعرفني. فإحنا يعني من مجتمع واحد في الأخير، إحنا عارفين هذه المشكلة، إحنا قابلين يعني مستقبل مظلم. إحنا أنت بعدين يعني هذه يعني الطاقات الحين مهدرة، إذا أنت تقول لي عن طالب تخرج بعمر 23. نعم. والحين هو في يعني أنصاف 30، هو مقبل على 30 للحين أصلاً ما داوم، ما حصل وظيفة. يعني أنت تترجى بعدين هذا لما يداوم عمر 30 يكون منتج، يعني تتوقع منه أنه يقدم إنتاج، بعدين ترجى تقول أنه المؤسسات الخدمية في الدولة تعبانة. لازم تكون تعبانة، لأنه أصلاً ما نمشي إحنا على رؤية واضحة. لا رؤية في التوظيف، ويعني التوظيف أسهل من كذا. أنا لو كنت أريد أوجد حلول حقيقية ما أجلس أنا أسوي منصات توظيف. نعم. وبعدين أسوي مجلس وطني للتوظيف وأجي أجيب ناس كانت هيئة سجله في القوى العاملة، إحنا بنعاني بنفس الفشل. نعم. وأنا أوصل صوتي وصوت الباحثين، أنا أقول إن إحنا مقبلين على مستقبل مظلم، مظلم جدا، لأنه ما في حقوق حقيقية أبدا، يعني ما في حل. نعم. طيب يا عرب صوتك واصل. جزاكم الله شكرا خير. شكرا جزيلا. أحسنت يا عرب. يعطيك العافية. معناته صدق عبد الرحمن لما يقول متشامين على القصص اللي نسمعها، ويعني حتى مسألة تنافس على فرصة، يعني فرصة يأتي من طول هذه المدة الطويلة، ونحن في هذا البرنامج وعلى هذا الطاولة خذينا أكثر من حلقة للباحثين عن عمل، وكل ما نركز على تخصص يعني نشوف مشاكلهم بعد تهون مشاكل التخصص الثاني وتتوالى، يعني مرة خذينا التمريض، مرة الأطباء، مرة تخصص علم الاجتماع، مرة الصيدلة، فالمشكلة وكانها تتفاقم. يعني ساعتك هو شوف، أنا حقيقة لما يوصل الموضوع إلى مولانا حفظه الله ويصدر توجيهات في أي موضوع كان، تعرف أن خلاص الموضوع وصل إلى مرحلة مثل ما تفضل الأخ عبد الرحمن. لما مولانا يسدي بتوجيهات معناته الموضوع خلاص وصل إلى مرحلة صعبة جدا. إلى أزمة، يمكن تعدل أزمة. لما مولانا صدر أنه لازم يوظفوا 25,000، مولانا وصلته تقارير. نعم. الحكومة ومن غير الحكومة من الأجهزة الأخرى على أن الوضع سيء، مولانا أمرهم أنهم يوظفوا 25,000. نعم. وجه بتوظيف 25. إحنا طالبنا في المجلس عطونا تفاصيل هذا 25,000. نعم. عجب البريد الكريم، لحظة خلنا البريد ليش فيها مؤسسات إذا كل شيء بيحتاج لتوجيهات من جلالته؟ 2013 وجه يساوي المواطنين نظام تقاعد واحد. وجه ووجه ووجه، مولانا ما مقصر، ومقصر مجلس الوزراء. مولانا حفظه الله مقصر، ومقصر مجلس الوزراء. إلى يومنا هذا لا قانون خدمة جديد، لا تقاعد موحد، مع هذا أن مولانا أمرهم، مو يبغى يعني أكثر من ذلك. كذلك موضوع الباحثين 25,000 مثل ما تفضل احنا طلبنا تفاصيل هذه 25,000 منهم عددهم 25,000. وصلكم شيء؟ ما وصلنا شيء. لذلك اخي الكريم، احنا ما عندنا مشكلة فكر
وما عندنا مشكلة يعني رجال يديروا، عندنا مشكلة اسمح لي شوي صناعة القرار، ما حد عندنا يصنع القرار في الموضوع. زين بتداخل معك في هذا الجانب، حجب المعلومة عنكم والتفاصيل، هذه حق مشروع للجهة المعنية؟ نعم. حق مشروع أنها تمنع عنكم المعلومة؟ لا طبعا. طيب أنت جهة رقابية، إيش نعم. الإجراء اللي اتخذته في اتجاه منع هذه المعلومة عنكم؟ إيش الإجراء اللي اتخذتوه؟ والله تقدمت أنا بنفسي شخصيا، أنا أتكلم كمجلس الآن. لا لا كعضو من حق أي عضو يحصل على البيانات المطلوبة، أنا وجهت. زين والأخوة لما قال لسعادة الأخ يونس إنه دراسة اللجنة، لجنة الموارد البشرية، جابوا المعلومات ووصلوا إلى نتيجة إنه 44,000 12 قطاع في القطاع الخاص، 12 قطاع ممكن يوظف 44,000. على الحكومة إنها تنفذ توصيات المجلس، إذا الحكومة عاجزة عن عمل خطط ودراسات المجلس نعم نفذ، ولو تعمل الحكومة بتوصيات مجلس الشورى لنحلت هذه المشكلة. لكن سعادتك الآن أنتم تتحدثوا عن فشل واضح وصريح. نعم. لكن المجلس ما كلف على حاله حتى في استدعاء أحد من هذه الجهات الفاشلة والمتسببة في أزمة كبيرة مثل هذه الأزمة. أخي الكريم، هذا الصلاحية أنتوا ما استخدمتوها نهائيا. من قال ذا الكلام؟ انتهت قول ذا الكلام في هذه الفترة، في هذه الفترة. من هين تقبل ذا الكلام؟ من الوزير اللي تم استدعاه؟ من أي وزير؟ وزير القوى العامة استجواب يا أخي. أنا ما أقصد وجوده في المجلس، أنا أقصد استجوابه. اسمعني أتكلم. طلبنا استجواب وزير البلديات والحكومة رفضت تجيبه. زين أنا الآن قال سعد الاستجواب وزير القوى العامة. زين قال سعد الآن. طيب. مذكرة أخي الكريم شوف، أما تقول إنه ما جيو اللجان، كل اللجان الوكلاء وجيو، وكيل وزارة القوى العامة وجا. نعم. وكيل وزارة الخدمة المدنية وجا. هذه الدراسات ما تم كذاك، يعني المجلس يعني يعمل دراسات بدون ما يجلس مع المعنيين. لا المجلس يستدعي المعنيين في كل قطاع، والدراسة الأخيرة اللي وافق عليها مجلس الشورى بكامل توصيات لجنة الموارد البشرية، لو الحكومة تنفذها هذه التوصيات انحلت هذه مشكلة الباحثين. أنتم رقباء على الحكومة. نعم. أنتم رقباء على الحكومة. نعم. ولا زال المجلس رقيب. نعم. أنا إضافة دامك رقيب معناتك مسؤول. لا إضافة لما قاله سعادة الأخ أحمد الهدابي، المجلس لديه 8 أدوات رقابية، ليس بالضرورة فقط اللي هي موضوع الاستجواب أو موضوع، ولكن هذه لما تتفاقم المشكلة. نعم. ولكل أداة رقابية لها اشتراطاتها، يعني في أدوات فردية استخدمها المجلس أو عضو المجلس، مثل يعني طلب إحاطة، مثل سؤال برلماني، إبداء رغبة، هذه كلها يستطيع العضو أن يستخدمها وهي مستخدمة. ولو تابعت يعني العدد، لو تابعت العدد أو ما بين الفترة هذه والفترة الماضية، لو وجدت أنه ما تم استخدام الأدوات الرقابية في هذه الفترة أكثر بكثير عن حتى الفترة الماضية. إحنا نتكلم عن النوعي مش نتكلم عن الكم. مثلا فيما يخص موضوع الاستجواب، طلب الاستجواب لازم بتوقيع 15 عضو، يعني لازم هناك 15 عضو يوقع على طلب الاستجواب، فأنت أيضا يجب أنه يكون عندك متفقين على موضوع الاستجواب ما يقل عن 15 عضو، ما يروح الاستجواب هكذا. يعني أي استجواب لأي وزير كان له اشتراطات معينة، ولازم أيضا هناك أيضا قبل الاستجواب كذلك يمكن يأتي رد من مجلس الوزراء فيما يخص استجواب الوزير الفلاني مثلا، إذا اقتنع به المجلس ذلك الرد الكتابي فهنا يغني كذلك عن موضوع استجوابه داخل المجلس. بأي حال من الأحوال لا يعني الاستجواب بأن الوزير مخطئ، هذا يعني لا يتخذ من جانب الحكومة أو يتخذ من الجانب أو مثلا كذلك المواطنين المتابعين على أنه استجواب أي وزير بمعنى أنه الوزير مخطئ. لا الاستجواب هنا استفسار عن يعني عن حدث معين أو مشكلة معينة وقعت في وزارة ما، ويطلب ذلك وجود الوزير دقالم. إضافة إلى ذلك تم طلب مناقشة، عندما كان في مناقشة لمعالي وزير القوى العاملة فيما يخص الباحثين عن عمل، في عندما كان مناقشة مؤخرا فيما يخص موضوع كذلك وزير التربية والتعليم، وأيضا في مناقشات سابقة كانت لوزير البلديات ووزير التعليم العالي أعتقد وزير التربية والتعليم، أكثر من مناقشة كانت موجودة. فكل أو أغلب الأدوات البرلمانية تم استخدامها في المجلس، المجلس قائم بدوره. لكن هنا أيضا نتكلم أنه
يعني يجب أن تتضافر الجهود. المجلس عندما يقوم بتقديم دراسة معينة نحو مشكلة معينة، والمجلس يعني استهلك فيها ما يقارب سنتين في هذه الدراسة، نعم، واستفرغ كل طاقاته من أجل أن يقدم هذه الدراسة، هنا ينبغي على الجهة التنفيذية كذلك أن ما نتمنى أنه تشكل لجنة في هذا الجانب، ويجتمع المجلسان مجلس الشورى ومجلس الوزراء في أنه يجدوا حلول لهذه المشكلة ويقدموها للمجتمع بحيث الجميع معني بهذه المشكلة. فنتمنى أن يكون أفضل مما كان يعني في القادم إن شاء الله. نعم نحن نتمنى ذلك، لكن لما نتحدث عن عدد كبير من الدراسات وهذه الدراسات تقام بجهد وباشتغال كبير، وبعدين نصل لمرحلة أنه هذه الدراسات مثلا ما نفذت، وأنه هذه المشكلات اللي قدم لها اقتراحات ما حلت، وأنه هناك في تقصير في جانب معين، ويعني يعول عليكم الكثير من الناحية الرقابية في تنفيذ مثل هذه الأشياء. نعم. أكيد من حق كل شخص أنه يتساءل، وحق كل مواطن أنه يتساءل عن هذه الجهود ما تم تنفيذه. نأخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على الاستضافة وعلى الحلقة، جزاكم الله خير إذاعة الشبيبة. يا مرحبا وسهلا فيك. بس حبيت أشارك بخصوص موضوع. تفضل. لما كنت أقدم على وظيفة كانوا يخبرون أن نحتاج إلى شهادة ونحتاج إلى خبرة، قلنا إن شاء الله ما تقصروا. فاشتغلنا وهذا الخبرة جمعناها 5 سنوات، لما جينا نقدم قالوا نحن ما نقدر صراحة نوظفكم لأن القوة العاملة قانونهم وقانون الخدمة المدنية أهم شيء الشهادة وكذا. قلنا إن شاء الله رحنا ودرسنا هذا، إحنا رحنا درسنا وجمعنا الخبرة، لما جينا نقدم على وظائف قالوا الحين الوضع ما يساعد وانتظروا إن شاء الله الأمور طيبة، وهذا إحنا لحد الحين ننتظر. جمعنا الخبرة قالوا شهادة، ولما جبنا الشهادة قالوا الخبرة، جمعنا الاثنين مع بعض بعد ما في شيء. يعني حتى لما يتم تلبية كل المتطلبات وشغل وظيفة معينة تكون التعقيدات بعد حاضرة. نعم موجودة، بالرغم أن أنت لما تشوف نفسك أنك أنت قادر على العمل وعندك ملم بخبرة 5 سنوات، تجي بعدين فوق 5 تدرس، فعندك الحين شهادة وعندك الخبرة، وبعد غير هذا بعد ما متطلب حاجة، ما في شيء موجود. لكن البعض يتهم الباحثين عن عمل أنهم يتشرطوا، يقول لك أنا أريد هذه الوظيفة ما أريد هذه، أنا أريد في القطاع الحكومي ما أريد في القطاع الخاص. اللي يتشرط هذا لأنه أصلاً ما يريد يتوظف، أما لما نحن نلبي طلبات كل اللي هم يريدوا، كون أن أنت عندك الحين خبرة وفوق الخبرة عندك أنت الحين شهادة، أنت الحين شغل جاهز. نعم. جاهز لسوق العمل، عندك الخبرة وعندك الشهادة ملم بكل شيء، وش الشيء الناقص اللي فينا؟ نحن ككون عمانية، أنا الحين أكلمك تكون إني بنت، وأكيد البنت عندها مصاريف وعندها منزل وهي الأكبر في البيت، فشيء طبيعي يكون عندها مسؤولية. نعم. طيب نعم. في وجهة نظرك إيش هي الحلول؟ يعني هل تعتقد أن المركز الوطني للتشغيل بيكون حل؟ يساعدونا أقل حاجة، هذا إحنا نقدم اختبارات ومستوانا معروف وسوق العمل عارف قدراتنا، نحن ما في شيء ينقصنا، وإيش الشيء اللي يعني يمنعنا نحن نتوظف؟ ننتظر يعني لحد متى؟ لحد بعدين ما نكبر، لما نكبر يقول خلاص أنت تعديت السن. نعم. هل تعتقد نعم. أن هذه الفرص موجودة بس غيركم يشغلها الوافد؟ شيء طبيعي. يعني إذا أنت تقدم لوظيفة والوظيفة لحد الحين أقول لك شاغرة، إلى الآن هي شاغرة، وش الشيء اللي يمنع أن نحن نتوظف فيها؟ هل نحن ناقصنا شيء؟ هذه الخبرة وجبنا لكم والشهادة وجبنا، كل شيء موجود، وش الشيء اللي ناقص؟ نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذه مداخلة وممكن تكون شوية من نوع مختلف، بحيث أنه أحيانا حتى الاشتراطات لما يتم استيفائها وتلبيتها ومن ضمنها الخبرة، بعد الواحد يجد نفسه أمام عقبات وأمام تحديات. نعم. يمكن عبد الرحمن سمحنا لزملائك ومعاناتهم مع البحث عن وظيفة وأيضا الفرص اللي تجيهم، خلينا نوقف عندك لان انت 2017، نتكلم عن سنتين داخل على 3 تقريبا كذا تقريبا، نتحدث عن الفرص اللي جاتك وكيف تعاملت ايضا معها. طبعا مثل ما خبرتك، اول كان الموضوع متعلق بميرا. نعم. فكان تسجيل فتره ميرا كان ابدا ما في يعني ما في حتى مقابلات، فخضينا الجانب الثاني اللي هو تطبيق نعمل ونحاول وكذا. بامان ان ميرا ما اخفينا، ميرا كان في مقابله واحده، ولكن رحت المقابله طلع التخصص ما نفس تخصصي، حتى انصدم هو هذا يعني اللي كان يسوي المقابله، وخلاني اتحدث الى اخر شيء يعني اتكلم عن نفسي وكذا. خبر اخر شيء قال لي يعني على الرغم من امكانيات لك، لكن اسمح لي يعني الموضوع بعيد كان. نعم.
لأن وصلتني رسالة من قال لا الموضوع بعيد وإحنا نريد. يمكن هذه المشكلة عانى منها كثير من الباحثين. ما مشكلة قلنا إحنا يعني يمكن زلة وتحدث يعني ما في بس. نعم. من بعدها طبعا كانت نفس الحالة يتيمة في ميرا. انتقلنا إلى نعمل حصلنا عدة وظائف وليست على يعني مثل إحنا عندنا بكلاريوس لكن عاد تشتغل بـ400 500. نعم. أنا الحين ما أقول إن إحنا متشائمين أبدا. لو متشائمين يمكن ما بنجهنا أن التشائم يخليك خلاص واقف مكانك. لو متشائمين ما نلبي نداء الحراك لما كان نداء الحراك حقيقي للتغيير مثل رؤية 2040. نعم. كنا احنا معاهم في المنصة حاولنا ايوه يعني احنا ما متشائمين ولكن ننظر للموضوع بزاوية. وهنا اتوقع ان ما أزمة اللي احنا التشاؤم هي أزمة ثقة نوعا ما. نعم. الى ان تجي تثبت العكس. يعني احنا حتى كانت في لقاء اخر لإذاعة ثانية فكان يقول وش وجهة نظرك في المركز. قلت لهم هذا يعني أنا أعتبر أن إذا الحين حكمت معناته استعجلت لابد أني أنتظر من أشوف ولهذا دخلت رؤية 2040. ممتاز. وكان لما تعرفوا أن رؤية 2040 ناس يعني متأثرة من رؤية 2020 فأنا قلت لا الكلام اللي قال شيء وأنا بحضر في القبة نفسها ونشارك في التغيير ونفرض رأيي. نعم. بالضبط لأن هناك كانت شيء حركة تغيير حقيقية. نعم. كل ما كانت حركة تغيير حقيقية حتى هنا في حل أزمة الباحثين عن عمل والله نحن أول ناس. أنا أستطلع عدة أشياء من منظور الشخصي. هذه المشكلة جالسة عندها تولد مشاكل أخرى ثانية وخطيرة جدا وهي الحين في عمر المشكلة التجاهل يولدها لأزمة. نعم. مو هي المشكلة على سبيل المثال ثلاث حملة الدبلوم الحين احنا نسمع من مجتمعنا حملة الدبلوم في عزوف كبير عن الالتحاق بالتعليم العالي والسبب أخوي فلان ما حصل وظيفة كيف أنا أروح أتعلم أخسر 5 سنوات. نعم. فإحنا جالسين الحكومة أول أقنعت أولياء الأمور والطلاب أنهم التحقوا بالمدارس رجالا ونساء والتحقوا والتعليم ولو تحت ظل الشجرة كلام مولانا. والحين جالسين كنا ننفيه ونحطم اللي كان بناء المجهود. الشيء الثاني التكاليف المصروفة. أنا كطالب يمكن الحكومة بذلت للدكاترة البروفيسورية لراحتي آلاف المؤلفة لنخرج طبيب مهندس خلال 5 سنوات أكثر أو أقل. طبعا احنا عارفين ان الامكانية الفرد لابد ان تكون مقترنة بالجانب النظري والعملي. العملي هو الممارسة. تخيل انت اخذت الجانب النظري تنتظر الجانب العملي. هو عبد الرحمن لو بقطع عليك يعني احنا يعني ما بندخل في تفاصيل التفاصيل لكن احنا نريد الان حتى لو كانت يعني نزيح موضوع التشاؤم ونبحث لنا عن حلول حتى لو كانت ذاتية. اليوم أنت كباحث عن عمل لو جاتك فرصة عمل بأقل من الراتب المؤمل اللي يناسب يعني مستواك اللي هو بكالوريوس هل سترضى بها؟ والله تقدمنا لعدة وظائف وقابلين. نعم. وإحنا الحين وحتى الأخ خالد جاسم الأخ جاسم عنده خبر. نعم. إحنا حتى نسوق باصات. نعم. يعني لو أنا ما أقبل براتب ذاك راح سوق باص بقيمة 120 ريال. نعم. فإحنا متقبلين وأنا أقول عن غرفتي بس ما أتكلم عن العمارة كلهم بهذا المستوى. نعم. في محلات في سواق باصات. فهو والله إن الشاب العماني طموح ولا زال جالس يعني يعني كصلابة بيئته يعني. أنا أبدأ أن ألحق يعني بال يعني المشكلة وأحطها في رأس ال يعني الباحثين عن عمل كما كل أحد يحطها في رأس الباحث عن عمل. لا من محيط أنا أتكلم ومن معالجة وأنا أعرف الكثير من الخريجين اللي معين في نفس الدفعة ما قادر يجي لمسقط عشان المصروف ولا هو في رغبة لحضور دورات ورش. نعم. عمل. نعم. حتى الأستاذ حتى يعني هذا 150 ريال اللي كانت بمرسوم مفروضة وين راحت؟ اللي كانت يمكن أنك أنت تعيش في مسقط تستأجروا 5-6-7 أشخاص في غرفة واحدة وتقدر تروح وتجي لتريننج. نعم. أو شيء. نعم. آخر. نعم. ذكرت نقطة مهمة يمكن أصحاب السعادة عندهم تعليق عليها أو كان لهم مبادرات حولها. يعني سعادة المهندس هل هناك أي مبادرات أو اقتراحات إذا أنتم ما قادرين على التوظيف في الوقت الحالي ليش ما يكون هناك برامج لهؤلاء الشباب سواء من ناحية تدريبهم أو حتى من ناحية انخراطهم في ورش معينة وكذلك كمنتدبين أو متدربين في جهات معينة؟ هذه الاقتراحات كانت موجودة والحين من كلام عبد الرحمن ما شاء الله يقول لك نحن مستعدين نسوي شيء لأن كل شيء لأن نحن أصلا ما جالسين كاتفين إيدنا. اللي يسوق لباص اللي يسوق لنكال اللي يشتغل في محل لكن هذا ما معناته أنهم هم يرضوا بفرص أقل عن مؤهلاتهم ومعرفتهم. حقيقة مثل ما قلت احنا ما عندنا مشكلة فكر ما عندنا مشكلة رجال عندنا مشكلة صناعة القرار. انا ما اتفق مع الاخ عبد الرحمن في اي جزئية بانه ياخذ راتب اقل من ما يستحق.
احنا في دولة، ولا اتفق ان هذا الطرح يطرح بتاتا. نحن في السلطنة يعني من حق المواطن في وطنه ان يحصل على وظيفة، من حقه. الوظائف موجودة، تحتاج قرار شجاع بأنهم يوظفوا هذا العمانيين. مولانا حفظ الله أصدر ذلك القرار، والدراسات المجلس تقول أنه هناك في وظائف موجودة. لماذا نحن نرضى أقل من 300 ريال ترى وصلوا من الحد الأدنى بعد ما مرت عليهم؟ لماذا نرضى الآن موجودين وافدين و37 سنة و30 سنة وأكثر من ذلك و40 سنة وهم يتقاضوا رواتب عالية؟ لماذا لما يجي العماني قال له يا أخي أنت لازم ترضى بأقل من الحد الأدنى؟ هذا غير مقبول بتاتا. قرار شجاع بتوظيف هذا العمانيين، زين، 50,000 والله يوظفوا من بكرة. تصنع خطة، توضع خطة لتوظيفهم. يا أخي أقل كم عددهم الأقل من، يعني هي ما صعبة ترى الخطة، ترى مرات تقول لك الأقل من الابتدائية كم عددهم؟ الابتدائية كم عددهم؟ الإعدادية والثانوية والدبلوم كم عددهم؟ هذه للناس كم تصنيفهم؟ ترى سهلة وحسب الولايات، زين، عندنا 12 قطاع بإمكانه. شوف أنا أقول لك، في جلسة معالي درويش البلوشي قال بنفسه إنه القطاع الخاص ممكن يوظف ما بين 100 إلى 150,000. هذا وزير في حكومة، وزير المالية مشرف على قال إنه القطاع الخاص بإمكانه أن يوظف ما بين 100 إلى 150,000. إحنا دراستنا في المجلس تقول بكل سهولة الفرق ما بين نسب التعمين المطلوبة من الوزارة ونسب التعمين المحققة ممكن هذه القطاعات 12 توظف 44,000. لماذا احنا نطلب من المواطن انه يتنازل عن حقوقه يا اخي ويشتغل براتب اقل؟ هذا غير مقبول. نعم سعادة يونس، البدائل اليوم اللي طرحتها ايضا مثل هذه الدراسات اللي قام فيها المجلس الى ان تتم عملية التوظيف اللي ذكرتوها. انا اريد ان اشير الى امر اخر، يعني نعم. قبل لا ادخل في موضوع البدائل، احنا من ضمن الاشياء اللي تحدثنا عنها يعني اللي هو موائمة مخرجات التعلم والمخرجات مع سوق العمل. نعم. اليوم نحن عندنا إلى اليوم لا زال في عندنا تخصصات تخرج إلى اليوم، لكن في سوق العمل ما يلهم أبدا وظائف، وهذا لا بيكونوا يعني عالة على المجتمع وكذلك عالة على الحكومة مستقبلا. الأمر الآخر اللي احنا اقترحناه كذلك أنه ينبغي اليوم أنه الطالب مثلا في سنوات الجامعة، مثلا في سنة ثانية جامعة، أنه يبدأ بالتدرب داخل الشركات الموجودة عندنا في السلطنة. يجب أن الشركات هذه توفر يعني فرص تدريبية بحيث أن الطالب يلتحق بالتدريب قبل أن يبدأ العمل، يمكن يعني يتعود على 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 العمل في الشركات، يمكن هذا الطالب يتميز في أثناء تدريبه، لذلك تكون الشركة كذلك أيضا يعني تريد أن يكون معها في الشركة بعد أن ينهي دراسته. في حلول كثيرة. كذلك أنا أتكلم أيضا عن موضوع الأعمال الحرة. اليوم عندنا صندوق رفد، عندنا ريادة كذلك. صندوق رفد للعلم يعني في أوامر سامية بتخصيص مبلغ سنوي لصندوق رفد يعني يوجه إلى إعانة من يريد أن يفتح مشروع تجاري من هؤلاء الطلبة، لكن للأسف الشديد أنا حسب علمي أنه منذ عام 2014 لم يتم يعني الإيفاء بهذا المبلغ السنوي اللي هو 7 ملايين ريال سنويا توجه للصندوق هذا منذ 2014 و15 و16 و17 و18 والآن 19. طيب إذا كان الصندوق اللي هو المعول عليه أنه يقوم ب يعني تمويل مشاريع هؤلاء الشباب اللي تخرجوا ولم يحصلوا على فرصة عمل وأرادوا أن يقيموا مشاريع تجارية، من أين سيمول الصندوق هذه القروض إذا لم يكن هناك يعني تخصيصا مبلغ له؟ أنا أتمنى أن يتم التركيز على هذه الجوانب، من ضمنها موضوع الأعمال الخاصة. يعني أبناء الطلبة بإمكانهم اليوم ما شاء الله كفاءات. الآن تحدث سابقا الأخ يعرب والموجود معنا عبد الرحمن والأخ تحدثت، هؤلاء شباب لديهم طاقات وبإمكانهم أن يبدعوا في سوق العمل. أنا أتمنى أنه أمثال هؤلاء الشباب يوجهوا إلى دورات تدريبية،
يدربوا من خلالها عن كيفية إدارة مشاريع، نعم. كيف يقوم بمشاريعهم، يعملهم دراسة جدوى، يخططوا للمستقبل. أنا في مقولة تقول، يعني كان أحد الأخوة الوافدين يعني من جنسية عربية يقول لي الأخ يونس، لو قبتم يعني قنينة وملأتوها بالتراب وبعتوها تحصلوا لها بيع، احنا خاصة في السوق العماني. السوق لا زال متقبل، يعني السوق عنده إمكانية لتقبل مشاريع وغيرها، وعندنا يعني نماذج في السلطنة ممن نجحوا على المستوى المحلي، وكذلك بدأوا الآن يخرجوا للمستوى الخارجي كدول الخليج ودول عربية وحتى عالميا. أنا أتمنى أن هذه النماذج تكون موجودة أمام الشباب مثل عبد الرحمن ويعرب وغيره يعطوهم تجربتهم، نحن نجحنا في كذا وعملنا كذا، ويوجه هؤلاء الشباب أن يبدوا في الأعمال التجارية. إذا كان ما شيء الآن فرص يستطيعوا من خلالها يعني انهم يكونوا في سوق العمل الخارجي، حد ياخذ بإيدهم شوية حتى يتمكنوا. طيب نستمع بعد الى مثل هذه النماذج من خلال تواصلهم. مساء الخير، في اتصال جاهز؟ ايوه مرحبا. مرحبا وسهلا فيك، حياك الله. لا علينا اخي، مساء الخير. يا مرحبا وسهلا فيك، من معانا؟ معاك علي با عمر من صلالة. حياك الله. والله بخصوص موضوعنا، نحن عن تخصص مسح كميات. وطبعا هذا التخصص الى الان مظلوم. مسح كميات. خريج اي سنه؟ خريجين 2011. حوالي 10 سنوات الان، او عفوا 8 سنوات. 9 سنوات او 8 سنوات، نعم. يعني والى الان ما حصلنا الفرصه ابدا، يعني تقريبا احنا من هذيك المجموعة 2011 ما أذكر إلا يمكن 4-5 ضفوا فقط اللي أنا أعرفهم. يعني خريجي مؤسسة كلية التقنية طلالة، نعم. فكل ما نتابع هذا الموضوع الوزارة وغيرها يقولوا نحن نعرف مشكلة هذا التخصص. طيب وش الحل؟ يعني إذا أنتوا تعرفوا مشكلة هذا التخصص، إذا ليش هذا التخصص مفتوح؟ نعم، فما أعرف يعني إيش الحل. يعني 8 سنوات أو 9 سنوات معقولة ما نحصل فرصة؟ فلما نروح الوزارات نحصل شاغلين هذا الوظائف من الأجانب. وأنا بنفسي رحت أكثر من جهة حكومية ومحصلينها أجانب، يعني في نفس هذا التخصص. ما يستاهل هذا الدرجة يعني إنه واحد يكون أجنبي في هذا المجال. وخلال هذه الفترة كلها ما التحقت بأي وظيفة؟ أبدا ما التحقت. لا في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي. ولا في الجهتين ما حصلنا ابدا. نعم. وهذا حنا يعني كم 9 سنوات ومتزوجين معنا اولاد ما شاء الله، ما اعرف الى متى هذا المجال. يعني كيف تمشي حالك الان؟ عندك اعمال خاصه؟ والله اكيد على الوالد يعني كالمعتاد. يعني وين راح نروح اكثر من كذا يعني؟ نعم. ما اعرف يعني هذه التخصصات اللي ما هي مطلوبه يعني ليش تكون مفتوحه اصلا؟ نعم. يعني إذا من 2011 نحن، ما بالك يعني الطلاب اللي بعدنا يعني الخريجين سنوات القادمة. نعم. فوين بيروح يعني إذا ما لهم مكان في أي جهات حكومية أو غيرها؟ ونفس ما قلت، لأن بعض مرات تروح الجهات يقولون غير خبرة. إنزين أنت لما تشتغل في شركة تجي بعدين القوى العاملة أو تريد تشتغل مكان ثاني يقولوا لا ما يحق لك، أنت الحين شغال في شركة، تعطي المجال للطالب الجديد يعني. نعم. ما تعرف فيها شروط مع قدم الجانبين يعني. صوتك واصل يا علي. فياريت تشوفوا لنا حل بخصوص هذا المجال يعني هذا التخصص بالضبط يعني. يعطيك العافية. نحن اليوم فأنا بنفسي أيضا تابعت وزير خدمة مدنية وقابلته رسميا، فقال لي نحن عندنا أكثر من تخصصات في نفس المشكلة، يعني عندنا جرافيك أو غيرهم أو كذا يعني. أيوة غير مروبة. نعم. أما بخصوص الوظائف اللي 25,000 يتكلموا عنها. مثلا نحن عندي زوجتي مو شغالة فيتصلوا بعض الشركات هنا الأهلية المحلية. نعم. يتصلوا بالنساء يسجلهم تسجيل فقط، يعني مش وظيفة رسمية، يعطوهم كل شهر 40 ريال 50 ريال. فهذا هو اللي عامل لنا عائق يعني، طبعا لأنه يقول لك لما 10,000 توظفوا في خلال كم من سنة فأغلبهم تحصلهم من نساء بنفس المشكلة. يعني كلهم مسجلات في شركات عشان يجيبوا يعني يقولوا لهم تعالوا داوموا عندنا بس ما نسجلكم. لا ما في دوام، بيقولوا بس جيبوا بطاقاتهم نسجلهم على اساس انهم يغطوا سالفه التامين. ايوه. وهذا انا اعرف ما يقارب يمكن 100 حرمه انا اعرفها وكلهم مسجلات يستلموا 40 ريال في الشهر. تحايل على القانون. نعم. نعم. فهذا موجوده وعندي الدلائل ايضا في هذا الموضوع. نعم.
طيب يعني شكرا شكرا جزيلا. هذا اللي هو يعني شويه عملنا ازمه يعني. نعم يعطيك العافيه شكرا. العفو حياك الله. يعني حقيقه لما تفتح المجال للحديث عن هذا الموضوع تبدا تشوف كيف المشاكل بطرق وانواع مختلفه. هذه شركه تتحايل على القانون، هذه شركة تجيب عمالة وافدة بمسميات أخرى وتشتغل شغل آخر في الشركة، مؤسسات ثانية تجيب الموظفين بس ما تسجلهم في القوى العاملة ويعطوهم مبلغ وراتب زهيد، وتتنوع هذه المشكلات. يعني المسألة مش فقط إحلال وغير حتى يمكن تكون أحيانا من الجانب التشريعي وكيف يكون رقابة على القوانين اللي تفرض على الشركات وغيرها. ما نصل لهذه المرحلة أنه والله هات بطاقتك أنا أعطيك في الشهر 50 ريال وانت لا تجي. مرت عليكم مثل هذه الحالات يعني في المجلس؟ نعم مرت ونعرف حالات أخي الكريم، ولذلك ما في طبعا متابعة وما في رقابة على هذا من الإخوة في التفتيش في القوى العاملة. يعني ولذلك أنا طبعا موضوع تحليل المشكلة ما دخلنا فيه ولا تكلمنا. المشكلة من عدة نقاط، وحلها السريع وقف المأذونيات للأجانب. الوقف يعني توقف إصدار مأذونيات للأجانب. يوظف أي شركة الآن تأتي تريد تجيب أجانب من خارج الدولة، يقال لهم بدل ما تكون مأذونية من خارج السلطنة تكون مأذونية من داخل السلطنة. يوظف مكان هذه الأجانب، يوظف مكانهم عمانيين، ولذلك يجب التوقف عن إصدار أي مأذونيات من الخارج. كذلك تعطى الشركات أخي الكريم، تعطى الشركات مهلة يعني لبعض تعمن بعض الوظائف، تعمن تصدر قائمة بأن الوظائف التالية حتى نهاية 2019، تعطى الشركات مهلة حتى نهاية 2019 بأن الوظائف التالية في حالة إنها ما تعمنت خلاص يتم الاستغناء عنها. لابد إيقاف مؤقت، لابد هذا التوقيف المؤقت في استثناءات للأسف الشديد. هذا الوقف المؤقت يعني حتى هذا الإجرام ما سلم، حتى هذا الإجرام ما سلم منه، تكتب الشركة رسالة إلى معالي الوزير القوى العاملة ويستثنيهم. ولذلك احنا نريد وقف فوري لبعض المهن التي يعني ممكن يشغلها العماني. لابد من قرارات صارمة. هو ما الحل ان المركز الوطني انت تنقل المشكله من مكان الى مكان، لكن لابد من اصدار قرارات حازمه لحل هذه المشكله. نعم. اذا ناخذ اتصال ايضا جديد. مساء الخير. مساء النور اختي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله. من معنا؟ كيف الحال؟ معك يا احمد محمد احمد محاز سيد يعبون وصلاله. حياك الله يا احمد، طبعا انت متابع للحلقه ولموضوع توظيف الباحثين عن عمل. نعم والله كنت متابع بجدية صراحة. نعم أنت باحث عن عمل؟ لا لست باحث عن عمل، وإنما ودي أشارك إذا كان بالإمكان. تفضل. هي أشكر أول قبل كل شيء المستضيفين اللي عندكم سعادة العضو مجلس الشورى أحمد الحدابي ويونس المنذري وعبد الرحمن الشكيلي. على كل أنا المداخلة اللي كنت أنا ناوي إني أتكلم فيها هي مسألة الباحثين، هي موضوع صراحة شائك وليس بوليد اليوم حقيقة. وهي المشكلة ليست مشكلة بلد بعينه، وإنما هي مشكلة عالمية بمعنى الكلمة، لا هي مقتصرة على بلد بعينه، وإنما هي أيضا مرتبطة بأسعار النساء. هو احمد احنا نحاول نناقش الموضوع. ليست مشكلة وقتية وليست مشكلة بدأت من الآن، وإنما هي من قبل. في عندك أي حلول ممكن أيضا؟ أيوه، فمشكلتي اللي أنا حابب أتكلم فيها واعذروني على حدة الكلام. تفضل. هي لابد أن تكون هناك لقطة الحوار أو لقطة الحوار، يكون في شيء من الأمل. نعم. يعني إذا أنا قطعت الأمل على سبيل المثال، يعني الحلول موجودة، أنا أقول لك أبذل إنه الحلول موجودة، وإنه يعني الدولة أو الحكومة هي بتبحث بقدر المستطاع إنها
تطلع نفسها من المأزق اللي هي فيه. طبعا هذا مأزق ليس مأزق حقيقي وإنما أيضا مأزق يعم الجميع اللي هي الباحثين عن عمل, يعني تكديس الباحثين في البيوت يأثر أيضا على الأسر ويأثر أيضا على المجتمع. المشكلة ليست مشكلة الباحثين بحد ذاتها وإنما أيضا مشكلة بعض المسؤولين إذا بيترددوا أو بيتكلموا أو بيخاطبوا المجتمع يخاطبوا على أساس إنه الأمل ماشي, يعني يخلوك إنك تفقد الأمل. نعم. فأنا من هذا الباب يعني دار في فكري أن يكون هناك لغة الخطاب أوسع, فهمتي؟ نعم. يعني تكون لغة الخطاب أوسع يعني من هذا الجانب. نعم. في عندك أي إضافة أخرى؟ مثل إيش يعني؟ لا أنت يعني إذا كان عندك أي مقترحات أو حلول باعتبارك أيضا معايش لهذه القضية أو هذه المشكلة. والله أنا أشوف إنه إلى الآن اللي هي الحلول صعبة جدا وخاصة مع انخفاض أسعار البترول, إلا إنه بالإمكان إذا كان وجد هناك حل على التقاعد المبكر. نعم. كان أفضل, يعني هذا قد يكون حل أسلم. نعم. شكرا يا أحمد, شكرا لمداخلتك ومشاركتنا هذا الموضوع, شكرا جزيلا. نحن مستمعين نطلع لفاصل قصير وبعدها نواصل برنامجنا. حياكم الله مستمعينا. إذن ضيوفنا في الاستوديو كذلك متابعينا, يمكن تصلنا أقل من 10 دقائق عن نهاية هذا البرنامج وهذه الحلقة من برنامج مع الشبيبة, واللي تحدثنا فيها كان كثير من التفاصيل المرتبطة بقضية الباحثين عن عمل, وهي ليست المرة الأولى, يمكن أكثر من 5 مرات احنا طرحنا هذا الموضوع بتفاصيل كثيرة وبضيوف أيضا متنوعين ومرتبطين بجهات محددة. سعادة المهندس نسمع منك كلمة أخيرة في ختام هذا اللقاء. والله الكلمة الأخيرة والفاصلة هي لمولانا حفظه الله في هذا الموضوع. أنا الآن السنة الرابعة في هذه الفترة وجاء أكثر من وزير للمجلس, والقضية مطالب المواطنين متعددة, ترقيات, تقاعد موحد, باحثين عن عمل, أراضي للمواطنين, إعانات إسكانية, تنمية للولايات, طرق. هذه المطالب حان الوقت أن ترفع إلى مولانا حفظه الله, لأن هناك لا توجد ثقة. أنا أقول لك بكل صراحة في الحكومة الحالية وعلى المواطنين وعلينا أن نرفع هذه المطالب إلى المقام السامي لاتخاذ القرار فيها, وخاصة قضية الباحثين عن عمل. هذه قضية شائكة في المجتمع, ونسأل الله تعالى أن في القريب العاجل أن ترفع, أن هناك جلسة بالمناسبة, جلسة تقييم لمجلس الشورى, وبإذن الله تعالى في حالة أن هناك في اتفاق في المجلس سترفع هذه الطلبات إلى مولانا حفظه الله لاتخاذ القرار المناسب. نعم. سعادة يونس المنذري. أنا طبعا إضافة إلى ما قاله سعادة أخي أحمد الهدابي, أنا أقول أن الجهات كلها معنية يعني بهذه القضية, وينبغي أن يعني أن نخرج من إطار العمل الروتيني. نعم. في علاج مثل هذه القضايا إلى التفكير بحلول تكون خارجة عما كانت عليه سابقا وتكون ذات جدوى من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة. هم كل من يبحث عن أبناء عن العمل هم أبنائنا وإخواننا وأهلنا, وينبغي أن نكون كلنا معنيين في إيجاد الحلول. وما يجب علينا مثل ما قال معي الوزير أنه يعني في محور كلامه أنه عندما تحدث عن أسعار النفط ونزولها أنه هذا كلام شماعة, أو يعني أنا أقول أنه الحكومة كذلك معنية بتنويع مصادر الدخل, وهي من ينبغي أنها تجي يعني توجد الخطط التي على أساسها أنه فيما لو حدثت أي أزمة مستقبلية يعني في هذا الجانب نكون نحن غير متأثرين أبدا. نعم. لا في جانب التوظيف, قادرين على استيعاب. نعم. لا في جانب التوظيف ولا في أي جانب آخر. فلذلك ما ينبغي أن نعفي أنفسنا عن المسؤولية التي يعني أوكلنا من خلالها من قبل مولانا حفظه الله, وننبغي أن نكون جادين في إيجاد الحلول لمثل هذه القضايا. نعم. عبد الرحمن كلمتك الأخيرة. طبعا أتوقع من المفترض أن ما يكون بعد سعادة أحمد الهدابي ويونس المندري أن يكون الكلمة, و
ولكن احتفظت برد معين لرد سعادة أحمد الهدابي بخصوص موضوع أن ما يتفق مع أن الباحث عن عمل يعمل بأقل من راتب. طبعا أنا معه في وأنا كنت أتفق معه وكنت ضد نفسي في وقت سابق ولكن بعد فترة من الوقت تشوف أنه مفروض أنك تطلع. ورد آخر لسعادة يونس المندري، طبعا احنا في قمنا بأعمال في أعمال الحرة في القطاع الخاص ولازلنا الحمد لله موجودين في السوق. من أيام دراستنا في الجامعة احنا كنا متحذرين وفي خوف من هذا الشيء اللي يصير والحمد لله، ولكن الأعمال الحرة يعني كما تقول فيها السوق ما يعطيك استقرار، فأنت لابد أنك تحصل على وظيفة تمنحك استقرار معين، لأن مثلا احنا في السوق في الجانب الفني، الجانب الفني هو عبارة عن سوق إلا مواسم معينة في مواسم منخفض جدا، فأنت تتكفل بأجارات، تتكفل بأعمال، تتكفل بكذا، هناك معناته أنك تتكفلت بأشياء ما عندك دخل إضافي، أنك إذا صار أنك طحت شوية أنه بيساعدك. الوظيفة تعتبر أمان بالنسبة لكم للاستقرار. استقرار. وفي الآخر يعني كلمة يمكن أود أن أقولها، كل ما أعطتنا الحكومة ثقة بنستعيد ثقة، يعني كما أعطتنا هي الثقة إحنا بنوثق فيها وفي وعودها إن شاء الله، لكن الحين هي الأزمة الثقة اللي إحنا عشناها، ما واثقين في الشباب وفي قدراتنا إحنا، طبعا أن في وعودهم إحنا في موضع أزمة ثقة نفس الحالة، لأن كثير من الوعود أخلفت ما شفنا منها ما يطبق، فأكيد أنه تحل أزمة الثقة، فنحن بإذن الله إن شاء الله الثقة في الشباب عالية أكيد، وكثير من الدول قائمة على إحنا الشباب الثقة وإحنا نعم. أنا أقول مرة من هذا المنبر في أي دعوة لحراك للتغيير إحنا جاهزين إن شاء الله. شباب عمان دائما هم معول بناء لهذا الوطن والثقة موجودة فيهم، وكثير اليوم من المنافذ نشوفها تعزز من قيمة الشباب ومن جهودهم، وكثير أيضا من الآمال معلقة اليوم على وجود المركز الوطني للتشغيل وما سيسفر عنه إن شاء الله خلال الأيام المقبلة من نتائج نتمنى أنها تكون في صالح الباحثين عن عمل وتجد هذه الأزمة كما تسمى طريقة إلى الحل. إذن حاولنا مستمعينا خلال ما يقارب الساعتين نطرح هذا الموضوع ونعلق على تفاصيل وردت في مناقشة بيان معالي وزير الخدمة المدنية من خلال ضيوفنا في الاستوديو، لنتوجه لهم بكل الشكر. سعادة المهندس أحمد بن محمد الهدابي عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وممثل ولاية بلبد، شكرا جزيلا سعادتك. وكذلك الشكر لسعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية ممثل ولاية إزقي، شكرا جزيلا سعادتك على تواجدك. شكرا جزيلا. والشكر كذلك لعبد الرحمن الشكيلي خريج جامعة السلطان قابوس تخصص إعلام علاقات عامة وإعلان باحث عن عمل، شكرا عبد الرحمن. شكرا لكم ولسعادة صدوركم. والشكر موصول لكل من تواصل معنا عبر الواتساب، حقيقة يعني كم هائل من الرسائل، يمكن لو يعني استعرضناها ما بيكون في مجال لضيوفنا، ولكن كل الشكر لك هلال الرحبي، سليمان العاصمي، مالك السناني، كل الشكر لكم على مداخلاتكم ومشاركاتكم، والشكر كذلك موصول لكل من تابعنا عبر البث المباشر في تويتر وعلى تعليقاتكم في البث وكذلك عبر قناتنا في اليوتيوب. هذه كانت حصيلة حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد حلقة مثل حلقة الباحثين عن عمل وقضية مثل هذه القضية ربما لا تكفيها حلقة واحدة، ونحن في الشبيبة مثل ما كان لنا حلقات سابقة مستمرين إن شاء الله في طرح هذا الموضوع الهام جدا على مختلف المستويات والأصعدة. لكم منا جميل الشكر والتقدير على متابعتكم، وفي التقديم معكم كان عبد الله السعيدي وأمل الجهورية، وفي الإعداد جاسم البداعي. في أمان الله. مع السلامة.